السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا راح نشرح معادلة الجمل والمعادلة. بسم الله، عندنا عندك فقرتين. الفقرة الأولى تقول if B has public key y B equal 3 and E choose the random integer key small يساوي 2 what's the cipher text of M equal 30. هنا عندنا قوانين مهمة لهذه، كيف نحسب الكي كابيتال، وكيف نحسب السي 1، وكيف نحسب السي 2، لأن عندنا هنا هو يبغى هنا السايفر تكست، هذا هو كان السايفر تكست سي 1 فاصلة سي 2. احنا أول شي بنجيب الكي لأن احنا نستخدمها في السي 2، وعلى هذا المعادلة نقدر نحسب السي 1 والسي 2. هذا طبعا هنا معادلة كي، كي يساوي واي بي أس كي، واي بي أس كي مود كيو. السي 1 سي 1 يساوي ألفا أس كي، هذا ألفا أس كي مود كيو. السي 2 يساوي كي كابيتال اللي بنحسبه احنا من هنا ضرب ام اللي هو معطانا عندنا في السؤال مود كيو. نبدأ الشرح. اذا الكي يساوي واي اي اس كي سمول مود يساوي الواي اي 3 اس الكي سمول باثنين مود الكيو. عندنا هو السؤال معطى لنا الكيو ب 71، كيو 71 السؤال ومعطاه السؤال كيو 71 اللي هو هنا. طيب 3 أس 2 يساوي 9، 9 مود 71. عندنا قانون، بما أن الرقم هذا أصغر من هذا الطرف هذا كنت الرقم الأول اللي 9، إذا الكي يساوي 9. طيب احنا الآن طلعنا الكي، ننتقل للخطوة الثانية لنحدد السي 1. السي 1 ايش يقول؟ سي 1 يساوي ألفا أس كي سمول مود كيو. ألفا معطى لنا في السؤال بسبعة، هذا ألفا طبعا. ألفا اللي هو بسبعة مود الكيو قلنا 71 يساوي سبعة. إذا السي 1 يساوي سبعة، السي 2 يساوي عندنا في القانون اللي هذا هو كي كابيتال ضرب M مود Q. الكي كابيتال احنا حددناه هنا بتسعة، والM موجودة في السؤال اللي فوق تساوي الM هذه 30. طيب نرجع، الكي اللي هي تسعة ضرب M اللي هي 30 مود الكيو اللي هو 71. طيب التسعة في 30 يطلع معانا بميتين 70 مود 71، الناتج في النهاية يطلع 57. احنا طلع السي 1 هنا بسبعة، والسي 2 طلع معانا بسبعة وخمسين. إذا السايفر تكست، سايفر تكست يساوي السي 1 سبعة والسي 2 اللي هي 57. هذا حل الفقرة الأولى. طيب ننتقل الآن للفقرة الثانية بي اللي هي تقول if E now chooses a different value of key. إذا الكي سمول مجهول عندنا،
مجهول مجهول. So that the encoding of M 30 is عم عطينا C1 هذه C1 حلو والC2 مجهول. What is the integer C2؟ الفقرة الثانية طالب منا C2. طيب حنا أول شيء نجيب قيمة الكي small حلو. كيف نجيبها؟ من قانون الC C1 لأن عند C1 معلومة. C1 إيش يقول؟ C1 يساوي ألفا أس كي سمول مود كيو. السي 1 عندنا 59 في السؤال حلو. ألفا اللي موجودة فوق بسبعة في السؤال لهذه هذه ألفا سبعة أس كي سمول كي سمول الكي سمول اللي المجهول نبغى نطلعه مود الكيوب 71. طيب كيف نوجد قيمة الكي؟ بقانون الليفت هاند سايد ليفت هاند سايد يساوي الرايت هاند سايد. طيب الآن نعطي قيم من عندنا نعوض الكي. نقول مثلا واحد بتصير نفسها فما بنعوض واحد نقول اف كي ايكوال 2 نجرب. طيب 59 يساوي 7 أس 2 يعني أعطينا قيمة عندنا 2 جرب فيها مود 71. طيب 7 أس 2 ب 14 مود 71 يساوي 49. 49 تساوي 59 ما تساويها إذن هذا التعويض غلط. نعوض بقيمة ثانية if k equal 3 59 تساوي 7 أس 3 مود 71. 7 أس 3 ب 343 343 مود 71. 343 مود 71 يساوي 59. إذا 59 تساوي 59 الأولى تساوي عفوا تساوي 59 الأولى. إذا الليفت هاند سايد يساوي الرايت هاند سايد. إذا قيمة الكي سمول هي 3. طيب بما أننا الآن جبنا الكي سمول نقدر نجيب الكي كابيتال. الكي كابيتال يساوي YA أس كي سمول مود كيو. كي كابيتال يساوي Y A أس كي سمول مود كيو. ليش نبغى نجيب الكي كابيتال؟ لأن السيتو القانون حقها كي كابيتال ضرب M. الكي كابيتال احنا ما عندنا فنضطر نجيبه والام موجودة في السؤال هي 30. طيب مود كيو الواي اي موجود معنا بحلينا في السؤال الاول موجود معنا في السؤال يساوي 3 اس الكي سمول احنا وجدنا هنا اس 3 مود كيو اللي هي 71. 3 أس 3 تجي 27 مود 71 يساوي 27. الكي كابيتال يساوي 27. طيب قانون السي 2 كي كابيتال ضرب ام مود كيو. الكي كابيتال احنا وجدناها الان 27 27 ضرب ام موجوده في السؤال 30 لهذه. طيب 27 ضرب 30 مود
71 يساوي 27 في 30 مو 71، يطلع معانا الناتج 29. 29 هذا هو حل السي 2. هذا حل الفقرة الثانية من السؤال. القوانين موجودة في الكتاب في صفحة 293، والسؤال موجود في الكتاب برضو في صفحة 310، والشرح برضو موجود في صفحة 294. إذا ما فهمتم الطريقة من شرحي الآن، تقدرون ترجعون للكتاب تفهمون أكثر. هذا شرح المعادلة بشكل مبسط، إن شاء الله إنه الصورة وضحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.